ما زال هناك متسع للفرح في مدينة تعز المحاصرة، وما زال بإمكان ساكنيها استراق لحظات ابتهاج تخفف عن أرواحهم المثقلة بالكثير من الأوجاع. هذا الوادي الغني بطبيعته البديعة، الفقير بمقوماته السياحية، طالما كان قبلة للزوار وعشاق الطبيعة الذين يتوافدون له من عدة محافظات، لكنه الآن بات يعرف بالمتنفس الوحيد للأسر في تعز كوجهة أولى ووحيدة. نأتي هنا إلى وادي الضباب متنفس للعيد وفسحة للعيد في ظل الحصار الموجود على مدينة تعز، بقى هو المتنفس الوحيد في مدينة تعز. المتنفس الوحيد لمدينة تعز هو وادي الضباب فقط لا غير، فنأتي إلى هنا لكي نقضي إجازة العيد. وادي الضباب أحد المنتجعات السياحية المشهورة بطبيعتها الخلابة التي تغنى بها فنانون وأدباء. لم تتمكن الحرب من محو ملامح الطبيعة الخلابة فيه، لكنها بالتأكيد نجحت في صنع عقبات حاصرتها وعكرت صفوها. للعيد يعني الله هنا، وعاد اليوم مشينا يعني تعز طفنا كله عشان ندخل لهنا، مقطوعين الطرقات من هنا من هنا. تقلصت الخيارات وضاقت، وبقيت المساحات محصورة في جغرافيا جديدة رسمت حدودها الحرب، فلم تعد المناطق الساحلية وزيارتها العادة السنوية لأهالي تعز، ولا حتى زيارة الأقارب في الريف رحلة سهلة، بل باتت مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تكلفك حياتك. أرخت الحرب بظلالها على كل شيء، فلم تغير ملامح أفراح اليمنيين ومناسباتهم فقط، بل طالت كل جوانب حياتهم.